أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية الاستعداد الأمثل لاستضافة جولة دي بي وورد العالمية للغولف، والتي ستقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال الفترة من الأول لغاية الرابع من فبراير 2024. جاء ذلك لدى زيارة سموه للنادي الملكي للغولف بمنطقة الرفاع فيوز يوم أمس للاطلاع على مشروع تطوير النادي وتفقد مرافقه استعدادا لاستضافة البطولة الدولية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبد الرحمن عسكر والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي ورئيس مجلس إدارة النادي الملكي للغولف القبطان وليد العلوي وممثل دي بي وورد العالمية السيد توم. وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجولة تفقدية اطلع خلالها على مشروع التطوير الذي يهدف إلى جعل النادي وجهة متميزة لاستضافة كبرى بطولات الغولف العالمية بأحدث المواصفات العصرية ليكون صرحا رياضيا بارزا. وتابع سموه سير العمل والاستعداد لاحتضان جولة دي بي وورد العالمية، مؤكدا سموه على أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة من أجل إنجاز كافة الترتيبات الخاصة بالتنظيم وإتمام كافة التحضيرات اللازمة بما يتناسب مع الرعاية الملكية السامية للحدث والمكانة الدولية للبطولة التي ستشهد مشاركة نخبة من الأبطال والمحترفين برياضة الغولف. ونوه سموه بما وصل إليه العمل في النادي من تقدم واضح ليواصل دوره الهام في استضافة كبرى بطولات الغولف الدولية، مشيرا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لتوفير كافة متطلبات النجاح للبطولة، وليكون النادي على أتم الجاهزية لإقامة كبرى البطولات العالمية. We'll be right back.
تواصل مملكة البحرين وضع اسمها على خارطة الرياضة العالمية، وهذه المرة عززت مكانتها دوليا، وذلك من خلال استقطاب أكبر الفعاليات الرياضية وهي بطولة البحرين لجولة دي بي وورد العالمية للغولف، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي، حيث تعد هذه البطولة ضمن سلسلة من البطولات للغولف العالمية للمحترفين. وفي إطار الالتزام المستمر بدعم مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة الغولف، اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برفقة عدد من المسؤولين، اطلع على النادي الملكي للغولف والساحات التي تم تطويرها من خلال تجوله بجميع أركان النادي، وإعطاء التوجيهات المناسبة ليكون الملعب مجهزا بأحدث المواصفات العصرية وفق أعلى المعايير لاستضافة أغلى البطولات التي تقام تحت رعاية ملكية سامية من قبل جلالة الملك المعظم. اليوم شرفنا سمو الشيخ خالد بن حمد بهذه الزيارة، ولا شك وجود سمو الشيخ خالد بن حمد في الملعب ومتابعة الإجراءات اللي نقوم فيها استعدادا لاستضافة البطولة في فبراير 2024، وجوده معنا يعطينا الحافز والدافع لأداء المهمة لأعلى المستويات الموجودة. سيدي صاحب الجلالة الملك حفظ الله ورعاه هو الداعم الأساسي ومحب لعبة الجولف، فهو الدافع الكبير لنا ولأنجاله للرياضة وبالذات الجولف. وبإذن الله البحرين دائما إن شاء الله تكون في المراسم الكبيرة الدولية العالمية، وهذه لا شك البطولة ذي راح تبرز مركز البحرين. We're here today at the Royal Golf Club to welcome His Highness Sheikh Khaled نحن اليوم متواجدون في نادي الجولف وتشرفنا بحضور سمو الشيخ خالد، حيث أطلعنا سموه على الخطط والترتيبات لبطولة البحرين العالمية للجولف والتي ستعقد في فبراير العام المقبل. حقيقة نحن متشوقون للبطولة ولمستقبل البحرين في رياضة الجولف. بصمة واعدة ومعنوية أعطت جميع القائمين على النادي الملكي للجولف حافزا ليكون المشهد الرياضي الذي سيقام على أرض المملكة ذو طابع خاص وفريد من نوعه على مستوى المنطقة. زيارة جدا ناجحة، واطلع سموه على تجهيزات النادي لاستضافة الحدث الكبير اللي راح يكون بإذن الله تعالى تحت رعاية سيدي جلالة الملك. مثل هذه البطولات بطولات كبيرة ولها دور جدا كبير في الترويج لمملكة البحرين والسياحة الرياضية فيها، وأكيد الرعاية الملكية السامية لهذه البطولة أعطاها زخم وقوة كبيرة في أكثر من 120 إلى 130 لاعب يكونوا موجودين، فهذه البطولة راح بإذن الله تعالى تعكس قدرة البحرين على التنظيم. تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد لمتابعة أهم تطورات الرويال جولف كلب. طبعا من الشروطات نستضيف هاي البطولة كنا نطور الجولف كورس عشان يكون بمستوى بطولة العالم. الحمد لله أن بيكون على الأقل 4 بحرينيين بيلعبون في هاي البطولة. لعبة الجولف لعبة دولية لها كثير من المشاهدين من حول العالم، ومن أفضل لاعبين العالم بيلعبون في المملكة. وتحظى هذه الرياضة بدعم لا محدود ورعاية ملكية سامية من قبل سيدي جلالة الملك المعظم، وهو ما أعطاها الزخم الكبير والمكان المناسب لاستقطاب هذا الحدث الرياضي العالمي